علي انت فاضله شايل ايه؟ ولا خاطب صنايعي؟ يا فهمت اي حد سخنة؟ الجو تاني. شكرا قوي شكرا. ما بقول لك بدل التلج اللي احنا قاعدين فيه ده مش رافض. الفكرة مفرقتش كم خطوة دول. قولي لنفسك، ولا انت خايفة من سحري وجاذبيتي، ولا بتخافي من الناس عموما؟ لا يا اخويا ما بخافش من الناس، بخاف من الشيطان اللي جواهم. والشيطان ده بقى اللي مخليكي تحركي في قلب الافراح الشعبية؟ يا بنتي الاماكن دي مش شبهك. يعني ايه مش شبهي؟ انا بحب الاغاني الشعبي وبحب اغني شعبي بصراحة، بقى بتاكل عيش جامد بتجيب فلوس. وانت ايه اللي لهفك على الفلوس؟ هقول لك من غير ما تضحك ولا تستظرف. ما انت ما تقوليش حاجه بتضحك وتقولي ما تستظرفش. يا عم انجز بقى. ماشي. قول اقسم. ايه ده؟ احلف يعني. اوعدك. انا عايزه اعمل عمليه تجميل. ايه ده؟ هو انت مش عامله اصلا؟ خدي خدي والله العظيم. همشي على فكره. بهزر معاك باين جدا انا بهزر، ايه ده؟ انت اصلا زي القمر مش محتاجه اي حاجه. مناخيري. مالها مناخيري؟ بص. مالها في ايه؟ هي مناخير عادية في نص وشك ايه فتحتين في ايه؟ بص هنا وهنا فاهم، الحتتين دول محتاجين يتشدوا كده، والحتة دي محتاجة تتكسر عشان تبقى ستريت. هرش تكسري مناخيرك يا عليا؟ انت ملاكم؟ والله يا عليا احلى حاجة فيكي مناخيرك. انا مش بحبك انت، انا بحب مناخيرك بجد. على فكرة هي حاجات بنات يعني انت مش هتفهم فيها، بس انا لما اعملها هتاخد بالك، هتعرف ان انا كان عندي حق. طب ما تيجي نخش في الدفا وعامل لك عشاء رومانسي، شموع، مزيكا هاديه، طلع الشياطين اللي جوانا. ولا ما انت كنت ماشي كويس، بتبوظ الجمله ليه؟ ها؟ انت عارفه يا عليا ايه اللي عايز عمليه تجميل؟ لسانك محتاج يقل بتاع 30 متر. لذيذ قوي. طب بجد بقى من غير هزار المره دي، نسبه يعني ان احنا مخطوبين خطوبه تجربه، وانت قلت جربيني وانا جربت. طب وايه رايك؟ هو بغض النظر عن يعني علاقتك الغريبه بسهام، بس قشطه يعني شغال. يعني حبيتيني وبتموتي فيا؟ لا يا خفيف. بس بدات اشوف فيك حاجات لذوذه كده. ايه بقى؟ كلميني عني شويه. يعني جدع، ليك كام حركه جدعانه كده، مثلا مع امجد، وانك وصلتني الفرح، وانك انقذت العريس كده. بصراحة شكلك مش بطال يعني، مش وحش. مش محتاج عملية تجميل يعني؟ لا. عارف ايه اللي مصبرني عليك كل ده؟ انك بتضحكني. طب طالما مش عايزة تخش جوه، تعالي نخرج بره نتعشى عشاء رومانسي، وتقعدي بقى تكلميني عن شخصيتي، وانا اقول لك نكت واضحكك. هو انت ليه جاي في الوقت الغلط؟ انا نفسي في القعدة دي من زمان، بس انا مش عارف اكل دلوقتي. ليه؟ اصل انا متوتره قوي، وانا متوتره مش بعرف اكل. مسرحيه بكره يوسف. اه الفكره ان انا عارفاها كويس جدا وحافظاها، وبقولها في البيت فله. اول ما بروح بقى قدام امجد والناس في المسرح بتلخبط، كل حاجه بتطلع غلط. ما هو اللي يشوف امجد ده يا بنتي لازم يتلخبط ويقول كل حاجه غلط. العيب مش فيكي، العيب في امجد دوت. صح. عليها هو المسرح ده فاتح دلوقتي؟ اه هو عم راضي بيبات هناك، وبعدين انا بغير هناك، فاكر انا بروح كده يعني. حلوه جدا. يبقى احنا نروح للمسرح دلوقتي، نجيب المسرحيه ونمسك دورك ونقعد نشتغل عليه، ونقعد نحفظ ونعيد ونزيد، ويبقى الدور ميه كده في بقك عشان بكره تبقى حلوه. انت بجد هتعمل كده عشاني؟ ايوه. يعني مش هتسيبني تروح لسهام؟ سهام ايه وكلام فاضي ايه؟ يلا بينا. ماشي يلا يلا يلا. طب ماشي حاضر حاضر يلا. حاضر يلا. انت بس البطانيه دي هقفل. طيب خد يا سيدي البطانيه، مش عايزين، انا هبرد انا. يلا معلش بس عشان البطانيات دي انا محتاجها. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.